السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي. نستكمل معنا اليوم درسا جديدا من دروس التربية الدينية الإسلامية، ومع الموضوع أحد موضوعات المحور الثالث وهو بعنوان السير والشخصيات، والدرس الثالث الطفيل بن عمرو. بيبدأ درسنا إن هو يعرفني مين هو الطفيل بن عمرو. الطفيل بن عمرو هو سيد قبيلة دوس من قبائل العرب في الجاهلية، وهو من أشراف العرب وعرف بالحكمة والشعر والبلاغة. يبقى أنا لو عايز أتكلم دلوقتي على الطفيل، الطفيل هو سيد قبيلة، يعني رئيس قبيلة دوس. طب قبيلة دوس دي إيه؟ قال لك دي قبيلة من قبائل العرب كانت موجودة في الجاهلية. طيب إيه تاني أعرف عنه؟ إن هو كان من أشراف العرب وعرف بالحكمة والشعر والبلاغة، إن هو يعني عرف عنه إنه كان حكيم في أقواله وأفعاله، وكان يتميز بجودته للشعر وإلقائه للشعر. طيب يجي بعد كده إيه اللي حصل؟ هنتكلم عن إسلام الطفيل. بيقول لك كان الطفيل في زيارة إلى مكة عندما قابله سادتها وحذروه من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم أو الاستماع إليه. فمحمد كما زعموا أنه ساحر يفرق بين المرء وأهله، وهذا طبعا ادعى كاذب، وهم يخشون على الطفيل أن يصيبه وقبيلته ما أصاب إيه؟ قريشا. يبقى هنا اللي حصل ان كفار قريش حذروا الطفيل بن عمرو من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم او ان يستمعوا له، واكدوا له انه ساحر يفرق بين المرء وايه واهله. تعال بقى نشوف اسلام الطفيل بن عمرو ايه اللي حصل. توجه الطفيل الى الكعبه بعد ان سد اذنيه حتى لا يسرع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه رغم ذلك سمع بعضه، فقال في نفسه والله لا استمعن منه، فان كان امره رشدا اخذت منه، وان كان غير ذلك اجتنبته. يبقى الطفيل بن عمرو بعد ان سد اذنيه حتى لا يصل حديث النبي قرر ان هو سوف يسمعه، فان كان امره رشدا سوف ياخذ منه هذا الكلام، فنزع السداد عن اذنيه واستمع الى حديثه صلى الله عليه وسلم، فلم يسمع قط كلاما أحسن ولا أجمل مما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم تبع الطفيل الرسول إلى بيته وقال له إن قريشا حذرته منه ولكنه سمعه ويريد أن يعرف المزيد عن رسالته. يبقى الطفيل بن عمرو أراد أن يعرف المزيد عن رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه الرسول الإسلام وتلى عليه سورة الإخلاص ثم المعوذتين، فأسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ودي كانت قصة إسلام الطفيل بن عمرو. تعالوا بقى نشوفوا بقى إيه لقب الطفيل. هنيجي نشوف كده ان بقى الطفيل في مكة ليأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم تعليم الإسلام، تمام. ثم أمره صلى الله عليه وسلم بأن يدعو قبيلته إلى الإسلام. طب فطلب الطفيل من الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون له آية، أي معجزة تعينه على قومه. يبقى هنا الرسول صلى الله عليه وسلم عرض على الطفيل أن يذهب إلى قومه ويعرض عليهم الإسلام، فالطفيل طلب من الرسول أن يأتيه معجزة تعينه أو تساعده أن قومه يدخلون في الإسلام. فجعل الله تعالى في وجهه نورا. يبقى هنا الله سبحانه وتعالى كانت المعجزة أن جعل في وش الطفيل بن عمرو نور، لكنه خشى أن يظن قومه أن هذا النور عقوبة وقعت في وجهه لتركه دينه، فتحول النور إلى رأس سيفه فكان كالمصباح فلقب بذي النور. يبقى هنا إن أول ما أنزل الله النور على وجهه خشى أن يظن قومه أن هذه عقوبة نزلت عليه، فتحول النور إلى رأس سيف الطفيل بن عمرو فكان كالمصباح فلقب بذي النور. يبقى هنا اللقب إن إحنا ممكن نعرفه إن إحنا أخده اللي هو ذي نور، ذي النور. بعد رفض قوم طفيل دعوته للإسلام. طب تعالوا كده نشوف دعوة الطفيل لقومه كانت عاملة ازاي. ما إن عاد الطفيل إلى دوس أو المرجع إلى دوس حتى دعا أباه ثم زوجته إلى الإسلام. يبقى أول حد دعاه إلى الإسلام أباه ثم زوجته فأسلم، ثم دعا قومه لكنهم رفضوا الإنصات إليه. يبقى قوم الطفيل رفضوا الإنصات إليه، فعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو عليهم، لكن الرسول الرحيم دعا الله تعالى قائلا اللهم اهدي دوسا. يبقى الطفيل ابن عمرو عندما وجد الرفض من قومه عاد إلى الرسول وطلب منه أن يدعو عليهم، لكن الرسول دعا لهم وقال قائلا اللهم اهدي دوسا، معلما بذلك الطفيل أهمية الرحمة والرفق. وده كان الدرس اللي تعلمه الطفيل ابن عمرو من الرسول صلى الله عليه وسلم.
ورجع الطفيل إلى دوس واستمر في دعوة قومه للإسلام حتى أسلموا على يديه. ومن بينهم كان من بين الذين أسلموا على يد الطفيل بن عمرو أبو هريرة رضي الله عنه، وهو من أكثر الصحابة رواية وحفظا لأحاديث النبوية الشريفة. يبقى من أكثر الصحابة حفظا ورواية لأحاديث النبوية الشريفة أبو هريرة رضي الله عنه، وأسلم على يد الطفيل بن عمرو. وفاة الطفيل بن عمرو. توفي الطفيل بن عمرو بموقعة اليمامة في السنة 11 من الهجرة. يبقى الطفيل بن عمرو توفي بموقعة اليمامة في السنة 11 من الهجرة. معلش يا ميس، ممكن أسألك بقى الدروس إيه؟ ممكن أعرف إيه الدروس المستفادة من معرفة شخصية الطفيل بن عمرو حول أهمية أعمال العقل والاستلقائية عند اتخاذ القرار؟ طبعا من الدروس المستفادة أول حاجة أهمية التفكير الحر وعدم الانقياد للآخرين زي ما عمل الطفيل بن عمرو، ولم يسمع كلام الكافرين ولكنه أراد أن يحكم على النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وعندما اقتنع بالإسلام دخل الإسلام. يبقى أول حاجة أهمية التفكير الحر وعدم الانقياد للآخرين وذلك بأعمال العقل وعدم اتباع الغير بلا تفكير. تاني حاجة أهمية الرحمة والرفق والصبر على من نختلف معه في الرأي، مثلما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دعا لأهل دوس. ميس معلش ميس، عندي سؤال. ممكن أقول ماذا أقول لك ماذا قرر الطفيل بعد أن سمع بعض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قرر ألا يتبع غيره بلا تفكير، وقال في نفسه والله لا أستبعن منه، فإن كان أمره رشدا أخذت منه، وإن كان غير ذلك اجتنبته، ونزع السدادة عن أذنيه. طب لو عايزة راجع، قلت لك ماذا فعل الطفيل بعد رفض قومه دعوة الإسلام؟ أول حاجة عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه الدعاء عليهم، ولكن رسول الرحيم دعا الله قائلا اللهم اهدي دوسا، ليعلم الطفيل أهمية الرحمة والرفق، وظل يدعو قبيلته للإسلام حتى أسلموا على يديه. حضرتك قلت لي إن الطفيل بن عمرو لقب بإيه؟ لقب بذي النور. طب لماذا يا ميس؟ لأن الله تعالى جعل له نورا في وجهه ليكون آية تساعده على دعوة قومه إلى الإسلام، ثم تحول النور إلى رأس سيفه. وحضرتك قلت لي إن الطفيل بن عمرو توفي بموقعة اليمامة في السنة 11 من الهجرة، صح كده يا ميس؟ بالظبط. تمام، من هنا إلى هنا نكون قد انتهينا من عرض درسنا، وإلى لقاء جديد. ولكن قبل أن نختمه عندنا سؤال متفوقين مطلوب منكم الإجابة عليه. السؤال بيقول اللهم اهدي دوسا، من قائل هذه العبارة وعلى ما يدل؟ السؤال مرة تانية، اللهم اهدي دوسا، من قائل هذه العبارة وعلى ما يدل؟ وبهذا نكون قد انتهينا، وإلى لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.